وللحديث حول العلاقات البحرينية الكويتية ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة. مساء الخير سعادة السفير. مساكم الله بالخير يا هلا. سعادة السفير، البلدان يعني صاغا عبر تاريخهما المشترك نموذجا متفردا في العلاقات المتميزة تجمعهما على الأصعدة كافة، يعني هل لك أن تحدثنا عن هذه العلاقة المتميزة بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت؟ مثل ما تفضلت أخي الكريم، أول شيء أن احنا نرفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وإلى سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والأسرة الكريم والشعب الكويتي الأصيل. الحقيقة اليوم العيد الوطني الكويتي هو عيد البحرين. فرحة الكويت الكبيرة اليوم منجزاتها الحضارية في العهد الزاهر لسمو الأمير هي فرحة كويتية نلمسها في الوطن العزيز. طبعا بحرص القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين، الذي يعني لا تنفك هذه القيادة الحكيمة من التواصل الحضاري على أعلى مستوى مع القيادة السياسية في الكويت. واليوم الحقيقة الحديث عن العلاقات الكويتية البحرينية اللي يعني أنا أراها في أوج عزها وأعلى مراقيها بحرص القيادتين السياسيتين الحكيمة في الوطن الغالي في كنف القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة وكنف القيادة الحكيمة لصاحب السمو. والكلام أو الحديث عن جذور هذه العلاقة اللي أرسى الحقيقة جذورها الآباء والأجداد، واليوم ترى العلاقات يعني تزهو لأن خصوصية الغرب اللي أرسوه الآباء والأجداد بين البحرين وبين الكويت، سواء كان من النسب الواحد أو يعني خصوصية العلاقة لما تنطلي خصوصية العلاقة من الأسرتين الحاكمتين في الدولتين إلى القاعدة العريضة اللي هم الشعبين، اليوم ما نراه شاهد للأعيان أن يعني المحبة الكبيرة للبحرين في قلوب أهلنا وإخواننا في الكويت يعني شاهدت أعيان وملموسة حقيقة. وكذلك محبة الكويت وأهلها في قلوب كل بحريني. ويعني اليوم يعني احنا مفاخر الحقيقه ان احنا نعيش هذه اعياد المحبه اللي يسندها ويحرص على تنميتها يعني طبعا قاده البلدين الشقيقين. فاحنا مقبوطين الحقيقه على قياداتنا في البحرين وفي الكويت، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعني يمدح في اعمار قياداتنا المتمثلة سيدي حضرة صاحب الجلالة وحضرة صاحب السمو، لنشهد وتشهد دولتينا الحقيقة إلى مراقي وإلى مراتب من المعزة والفخار في ظل قيادتهم الحكيمتين اللي يجني ثمارها الحقيقة الشعبين الشقيقين. نعم، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، شكرا جزيلا لك.